النادي الرياضي البنزرتي انتظر 12 جولة لتجديد العهد مع الانتصارات في مباراة بر فيها الرهان على الفريق المحلي وجاد الحصاب المحمدي كريم تواتي بالراس سجل الهدف اللي يقدر يكون وزن في نهاية الموسم. النادي البنزرتي سجل وانتصر تحرر من عقد النتائج السلبية. سيف الله حسني وزع كرة بين رمزي التجاني وكريم تواتي ودافع النادي البنزرتي فوق على مدافع للمجموعة الثانية مباراة الترجي التونسي والنادي الأهلي القاهري مرحلة بعيدة والحقيقية والأهلي نفس قوة القادم الترجي يلعب عمره الأخير في هذا العام جمهور النادي الأهلي ورابطة المشجعين تعبر عن فرحتها طبيعي جدا رغم النقائص والغيابات شفنا منتخبنا أفضل على كل هي الدولة القارة 1-0 يمشي كورة طويلة يرجع في مباراة في مرمى بلجيكا في كأس العالم المونديال الأمريكي 94 بينما اختاروا أحلى منتخب في التاريخ منتخب البرازيل 70 يليه المجر بقيادة بوسكاس في الخمسينات بدنيا أنه يلعب في آخر دقائق الشوط الثاني المطالبة بالتقدم دائما للكرة وعلى الكرة كريم تواتي يلعب كرة طويلة في الميدان يمشي كرة صابر خليفة حسر بنك الترجي على هذه الكرة الضايعة الفرصة المهمات كرة خطيرة ممكن في بناء العجمة ودفاع السادة ممتاز قاس عبيد بالسحن والأمل يبقى في هذا اللقاء الصعب خطيرة جدا على دفاع الترجي ممتاز بالثوري دين بالأساس من أفريقيا تمشي كرة طويلة الكرة لعماد مدعب مدعب يلعب الكرة من كوتريكا بوتريكا وديع الكورة ممتازة يلعب الكورة شادي بوتريكا 20 دقيقة لعب في الشوط الثاني والنتيجة ما زالت 1-0 هي سرعة ثانية هدف واحد سجل صابر فرج ضربة جزاء لميشن مع نفس القادم واقعي ليس هذا أيضا مستوى بتاع فريق يلعب على الكورة واقعية المنطق يقابل القيادة يقابل الاستمرار بينما الامور تزداد تعقيد وصعوبة على الترجي في هذه المجموعة المدارج المصرية منذ الانطلاقة كانت في كأس أمم أفريقيا 2006 لقاء كابيتشور سعيد ضد الساك لقاءات ثبات في التدرج بالكرة من جانب الفريق الإيفواري مكافأة قانونية الحكام يجب اللعب كريم تواتي فريق أسيك انهزم في هذا الملعب أمام الأهلي المصري بهدف للاعبين أسيك ميموزا عديد النجوم كريم تواتي سوينا من كريم يمر المدافع الأيسر كوري أكوستا ليس خدوات ترجع من جديد للدفاع وكريم تواتي قبل الركنية
احمد العامل كلمه تواتي